فسبب الرحلة إلى اليمن أنني كنت أبحث عن معلم يعلمني علم الحديث، كيف أثبت أن هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يصح. فبحثت عن أهل العلم في هذا الباب في الدول التي يتيسر لنا الذهاب إليها بدون تأشيرات، فأفادوني أن من أمثلهم في ذاك الوقت الشيخ ناصر الدين الألباني، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينور له قبره وأن يفسح له فيه، ولكنه كان في سوريا ومنتقل إلى لبنان، ولبنان كان فيها بعض الحروب والفتن. فبحثنا عن آخر فدلونا على عالمين جليلين، شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه، والشيخ بديع الزمان السندي في الباكستان. فشق علينا الذهاب للشيخ بديع، كان أكبر سنا، فلكن وجدت أن الذهاب لليمن أيسر علي، والشيخ مقبل رحمة الله عليه كان على علم راسخ في علم الحديث، في تخصص علم الحديث، تخصص علم الحديث نعم. فذهبت إليه وأيضا تفاءلت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان يماني والحكمة يمني. السلام عليك أيها النبي، نزهة العقول ومتعة العيون.